بتخبي عني شي؟ يلا قلي لأشوف، بتحب لشريستي؟ شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكي؟ اسمعيني كريتيكا، أولاً أنا ما كنت حب شريستي من الأساس، وثانياً مو أنا يلي تقدمت لها للبنت، صدقيني هي يلي تقدمت لي. شو قلت؟ إيه، وكمان هي إجت وقالت لي إذا بتريد سمير، إذا بتريد وافق على طلبي. تعرفي هي كانت عم تترجاني، وبعدين قالت اسمعني يا سمير، أنا ما بقدر أعيش من دونك أبدا، وقلبي بدق بسرعة لما بشوفك، والزمن بيوقف وبتصير الحياة أحلى، هيك قالت. شو قصتك؟ ليش عم تضحكي؟ قولي. ليكي ما في داعي تقللي من قيمتي، بالنهاية أنا شاب حلو شخصية والبنات معجبين فيني، يعني مثل شريستي بالضبط. هي اجت وتقدمت لي بكل جدية، مشان هيك أنا وافقت، لأنه كان بدي إياها تكون فرحانة. هاد كل شي صار. هلأ استوعبتي؟ مو معقول هالشي. شو؟ سمير وشريستي مع بعض؟ حاسة حالي حطير من الفرح. صدقني رح أتذكر كل كلمة حكيتها وقلتها علي، ما رح أنسى هالإهانة أبدا يا قصير. لا أكذب على كريتيكا كمان، رح خليك تدفع ثمن حكيك وإهانتك إلي، ما رح خليك ترتاح ورح خليك تندم. رح تتمنى لو ما شفتني بعمرك، لك ما بيكون اسمي شريستي إذا ما ببهت لك. منتواجه. شو كأنك مبسوطة لأنك عرفتي الحقيقة؟ فرحانة كتير. شكرا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.